السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله. حياتنا في روسيا جميلة ورائعة حتى بعد العقوبات، في حد ممكن يقول لك حياتنا مستقرة ومحصلش أي تغيير وزي قبل المعركة؟ هو بعد اندلاع المعركة في ناس برضو ممكن تقول لك كده ويكون واقعي وحقيقي، لأن حياته الخاصة ماشية مفيش مشكلة. طيب، في مشهد كده عايز أحكي لك عليه. كتير من العرب اما بيشوف حال الأفارقة يقول لك يا ده غلابة قوي وبتاع، معظم الأفارقة هنا مطحونين وبيشتغلوا شغلانات دنيا وبتاع. بينما في واحد تاني يقول لي على نفس الفصيلة، يقول لي على الأفارقة اللي هم من نيجيريا ومن الكونغو ومن مالي وجينيا، الناس دي اشمعنى احسن مننا؟ ليه النيجيريين بالذات يعني في كرة القدم اللي هم احسن مننا؟ بيتعلموا اللغة الروسية بسرعة جدا، بيشتغلوا مثلا في مجالات عالية كده وبياخدوا الجنسية وبتاع. فبص يا اخي، حضرتك في يعني في ناس بتشوف ان الافريقي ده يعني عنصر اقل من العرب بقى، وانه المفروض ما يعرفش يتجوز الا بصعوبه وبتاع. واحد تاني يقول لي لا ده دول اسهل في الجواز، ده البنات الروسيات بيموتوا في الافارقه. فكل واحد ورايه يا جماعه. شوف واحد يشوف ان دول مطحونين وغلابه، واحد تاني يقول لك لا لا ده جامدين. يعني مثلا اتفرج على كاس العالم، في مثلا فريق زي كندا اكتر من نص الفريق قوامه من اصحاب البشره السمراء، سمراء يعني لو افريقي افريقي، مش سمار عربي، لا افريقي او هندي او كده. بص على فرق مثلا زي هولندا زي فرنسا، اتفرج على الماتشات دول يعني ما شاء الله. يعني مستقبلا كمان مثلا 4 أو 5 بطولات كاس عالم هنلاقي ان معظم الفرق من اصحاب البشره السمراء، ان هم اكتر قدره او اقدر على ممارسه الرياضه او عضلاتهم اكثر قابليه للانتاج في الرياضه. فواحد يقول لك اه هو عشان كده. طب هل ده يعني ان خلاص بقى يعني كره القدم مش هيبقى فيها غير الصنف ده لان دول هم الاحسن وتبقى اللعبه بتاعتهم بس؟ مش شرط يا اخي، كل واحد وليه وجهه نظره. جدير بالذكر طبعا ان امبارح كانت ليله الافارقه، ليله افريقيا، ليله افريقيا الثلاثيه. اما الكاميرون اتعادلت 3-3 وغانا كسبت 3-2 كوريا الجنوبيه في ماتش عجيب. الكاميرون حدث ولا حرج يعني، ايه بصراحه هزيان في بدايه الماتش فلبسوا لهم جولين وجم في الشوط الثالث برضو ايه مسكوا نفسهم في بقيه الشوط الاول وجم في بدايه الشوط الثاني هزيان تاني ولبسوا الجول الثالث. يعني في بدايه الشوط وفي اخر الشوط الاول كانوا بيهبلوا عشوائيه شديده، وبعد ما جابوا الجولين كان المفروض بقى يعني يتشجعوا ممكن يجيبوا الرابع لان كان لسه في وقت كتير يعني بعد النتيجه بقت 3-3. ولكن الفرقتين بصراحه صربيا والكاميرون غلابه يعني مش حلوين، يعني نهايه 3-3 هي لايقه عليهم قوي يعني. والكاميرون غير مشرفه غير مشجعه، ولكن اداء مش بطال كويس. ادي الكاميرون يعني ما تهزموش الحمد لله، ويجانا الحمد لله 3-2 برضو انتصار كويس غالبا يأهلها للصعود، لكن كاميرون غالبا مش هتصعد للدور الثاني. هو بس ايه بنشجع الافارقه كده يعني مجامله عشان احنا افارقه. فهذه الليله الافريقيه الحمد لله ما كانتش تعيسه على اهل افريقيا، وكان في قبلها ليله عربيه رائعه جميله اللي كسب فيها المغرب 2-0 على بلجيكا. فربنا يدوم علينا الافراح او يديم علينا الافراح. فحضرتك ما تقولش ده فريق عربي يبقى لازم يتغلب، ده افريقي يبقى لازم يتغلب او يطلع بتعادل كبير. لا لا، في فرص، كل واحد ليه وجهه نظره حسب القدرات. تيجي روسيا شوف فرصتك وخليك ركز في نفسك، شوف التجارب الناجحه وحاول يعني حاكي، اعمل محاكاه لتجاربهم لعلها تنفعك. مش بقول تقلد، ولكن شوف اللي ينفعك واللي يليق عليك واللي نجح فيه قبل كده حد، حاول تجرب حاجه شبهه مش هو بالظبط، ما تقلدش يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نراكم على خير، في حفظ الله، السلام عليكم.